كيم جونغ أون يعد عدة الحرب. كوريا الشمالية تهدد العالم بتجارب صاروخية غير مسبوقة، ومناورات نووية تختبر صبر جارتها الجنوبية والعالم. عرض عضلات قد لا يكون جديداً، لكنه يتزامن مع نضوج البرنامجين النووي والصاروخي لبيونغ يانغ في عصر الحروب المستعرة. فهل اقتربت كوريا الشمالية من أعلان الحرب وتوجيه الضربة الاستباقية؟ وما هي سيناريوهات الصراع مع سول ومن ورائها الولايات المتحدة؟ وهل يجر طرفا الأزمة العالم إلى مواجهات عسكرية عابرة للقارات لا يحمد عقباها؟ الجواب على الخريطة. كيم جونغ أون اتخذ قراراً استراتيجياً بخوض الحرب مثلما فعل جده كيم إيل سونغ عام 1950 وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. ورغم عدم وضوح توقيت هذه الحرب، تتزايد الخشية في سول من انهيار الهدنة القائمة بين الطرفين اللذين لا يزالان في حالة حرب من الناحية الفنية. تقع العاصمة الكورية الجنوبية على بعد 40 كيلومتراً فقط من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل البلدين. وقد نشرت كوريا الشمالية على طول هذا الخط نحو 12 ألف قطعة مدفعية مخزنة بملايين القذائف، ناهيك عن آلاف الصواريخ. دقيقة واحدة فقط من إطلاق وابل من القذائف والصواريخ سيؤدي إلى وقوع 15,000 ضحية في سول وفق تقرير لمؤسسة راند البحثية صادر في 2020. وإذا استمر القصف أكثر من ساعة سيرتفع هذا العدد إلى 100,000 ضحية. وتقول سول أن باستطاعة الشمال إطلاق نحو 500,000 قذيفة في الساعة الأولى فقط والاستمرار بهذه الوتيرة لساعات عدة، مما يعني سقوط مئات الآلاف من الضحايا في اليوم الأول فقط من الصراع بين الطرفين. هذه الدراسة عادت إلى الواجهة مع وصول منسوب التوتر بين الكوريتين إلى مستويات غير مسبوقة وسط تحركات للزعيم الكوري الشمالي لا تبشر بالخير. آخر هذه التحركات مناورات تحاكي هجوماً نووياً مضاداً شاركت فيها راجمات ضخمة محملة بصواريخ باليستية مجهزة برؤوس حربية انطلقت من بيونغ يانغ وأصابت أهدافها بدقة على جزيرة تقع على بعد 352 كيلومتراً في بحر اليابان. هذه المناورات ليست يتيمة، بل تترافق مع تجارب منتظمة لصواريخ تعمل بالوقود الصلب ورؤوس حربية تجريها بيونغ يانغ في البحر الأصفر. يمتد هذا التصعيد على الأرض إلى الفضاء، حيث حاولت بيونغ يانغ أن تضيف قمراً اصطناعياً تجسسياً آخر إلى قمرها الذي يعمل بنجاح كما تقول منذ أن وضعته في المدار في نوفمبر الماضي، لكن محاولتها الأخيرة باءت بالفشل. وقد بلغ التوتر أوجه بين الكوريتين مع إقدام كيم جونغ أون على حل كل الوكالات الحكومية المكلفة ملف إعادة التوحيد بين الكوريتين بداية هذا العام وتعديل دستور البلاد على هذا الأساس، كما هدد بأن أي انتهاك من جانب كوريا الجنوبية ولو حتى لمليمتر واحد من أراضي بلاده سيشعل حرباً بين الجانبين. ترافق هذا التصعيد بين الكوريتين مع حرب نفسية شنتها بيونغ يانغ بإرسالها مئات البالونات المحملة بالنفايات إلى سول. ردت عليها كوريا الجنوبية ببث دعائي مناهض للشمال عبر مكبرات الصوت بالقرب من الحدود. لكن قد يكون التصعيد الأخطر بين الكوريتين تعليق اتفاق عسكري أبرم في 2018 كجزء من تقارب مؤقت بين الجانبين، مما يتيح استئناف الأنشطة العسكرية على طول الحدود شديدة التحصين بين البلدين. بقيت تفصل بين الطرفين منطقة منزوعة السلاح
عازلة بطول 250 كيلومتراً على مسافة 50 كيلومتر فقط إلى شمال سول و200 كيلومتر إلى جنوب بيونغ يانغ. الوجود البشري فيها في أدنى مستوياته، أما المناطق المحاذية لها فهي من أكثر الحدود تحصيناً في العالم، وفيها معسكرات ومدفعية وحقول ألغام، فمخزون كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يتجاوز بسهولة 1,000,000 قذيفة يمكن استخدامها لتشغيل آلاف المدافع الضخمة، تتجه فهاتها صوب بعضها البعض عبر المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بينها. بقي التوتر يسود العلاقات بين الطرفين ووصل إلى أوجه في 2022، وهو العام الذي اختبرت فيه كوريا الشمالية أكبر عدداً من الصواريخ في تاريخها، تجاوز 90 صاروخاً باليستياً بما فيها 8 صواريخ عابرة للقارات. إلغاء الاتفاق العسكري بين الكوريتين يعني أن احتمالية اندلاع حرب بينهما زادت أضعافاً، وقد تحدث حتى عن غير قصد. إذا أخطأ مثلاً أحد الطرفين قراءة تحرك عسكري استفزازي من الجانب الآخر، أكثر المناطق خطورة هي الجزر الواقعة بالقرب من الحدود في البحر الأصفر. هذه الجزر هي جزء من كوريا الجنوبية، لكنها تقع في المياه التي يطالب بها الشمال. في 2010 قتل 46 بحاراً عندما أطلقت غواصة كورية شمالية صاروخاً على الفرقاطة تشونان على الساحل الغربي من جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية في البحر الأصفر. بعد أشهر كانت الجزيرة نفسها مسرحاً لقصف مدفعي من الشمال أدى إلى مقتل جنود ومدنيين. تفوت منسوب التوتر بين الطرفين منذ ذلك الحين ليعود ويرتفع في يناير 2024 مع تنفيذ كوريا الشمالية مناورات عسكرية بالقرب من الحدود. حذر على أثرها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بأن بلاده سترد أضعافاً مضاعفة على أي استفزاز من كوريا الشمالية، وذلك بواسطة قدرات الرد الساحقة. بالتالي أي مناورة أو حتى هجوم هامشي في البحر الأصفر قد يتطور بسرعة وتصل تداعياته إلى العاصمة الصناعية لكوريا الجنوبية سول التي يعيش فيها 26,000,000 شخص، ويتركز فيها نحو 70% من حجم اقتصاد البلاد البالغ 1.6 تريليون دولار، وهي مقر لأهم المصانع في العالم مثل سامسونج وإل جي وهونداي وكيا وغيرها. أخطر ما في المعادلة هو أن بيونغ يانغ تملك ترسانة تضم حتى 5,000 طن من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك غاز الكلور والسارين، ومن شأن استخدام كيلوغرام واحد فقط من السارين أن يتسبب في مقتل 125,000 شخص في سيناريو يشبه الكابوس. وفق وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، سيحاول 200,000 من قوات كوريا الشمالية عبور الحدود البرية والجوية والبحرية وحتى الأنفاق الخاصة بهم، والهدف تدمير البنية التحتية على نهر هان الذي يمر عبر سول، مما يهدد بتقسيم المدينة إلى قسمين ويؤدي إلى محاصرة ملايين المدنيين ومنعهم من الفرار. لكن كوريا الجنوبية لن تبقى مكتوفة الأيدي، وهي مستعدة للقتال مع نحو 600,000 جندي في الخدمة الفعلية وأكثر من 3 ملايين في الاحتياط، وتمتلك أنظمة دفاع باتريوت التي يمكنها اعتراض الصواريخ، وأنظمة صواريخ جافلين القادرة على الفتك بالمدرعات التي تعود إلى العصر السوفيتي ويستخدمها الشمال، إضافة إلى طائرات F-35 مجهزة بصواريخ أرض جو متطورة قادرة على ضرب أي هدف. كما أن الميزانية العسكرية لكوريا الجنوبية أكبر من اقتصاد كوريا الشمالية بأكمله. قد لا تقف كوريا الجنوبية وحيدة في مواجهة جارتها الشمالية، وهي ستطلب حتماً مساعدة حليفتها الولايات المتحدة التي ينتشر جنودها على الأراضي الكورية. تنشر الولايات المتحدة نحو 30,000 جندي في كوريا الجنوبية و 50,000 في اليابان المجاور، وفي هاواي تنشر أكبر أساطيلها الذي يضم 250,000 من البحرية و2,000 طائرة و200 سفينة.
بمساعدة أمريكية يمكن أن تحقق كوريا الجنوبية منذ الدقائق الأولى تفوقاً جوياً شاملاً، وتضرب أهدافاً معادية كمراكز القيادة ومواقع الذخيرة والرادارات والمخابئ والصوامع الصاروخية. في المقابل لن توفر كوريا الشمالية قدراتها الصاروخية لضرب الجنوب وصولاً إلى الولايات المتحدة. تملك كوريا الشمالية صاروخاً متوسط المدى اختبرته العام الماضي حلق فوق بحر اليابان قبل أن يهبط في شرق المحيط الهادئ على بعد 4600 كيلومتر، لتؤكد كوريا الشمالية قدرتها على إطلاق صواريخ باليستية يمكن أن تضرب أهدافاً في أي مكان في كوريا الجنوبية واليابان وحتى القواعد العسكرية الأمريكية في جزيرة غوام. يضاف إليه في الترسانة الصاروخية الكورية الشمالية صاروخ هواسونغ 14 بمدى يتجاوز 10,000 كيلومتر، وهواسونغ 15 بمدى يناهز 13,000 كيلومتر، مما يمكنها من ضرب معظم أهدافها في الولايات المتحدة. مثل هذه المواجهة تعتبر من أسوأ السيناريوهات لأنها تعني تراشقاً بالصواريخ العابرة للقارات، وقد تتضاعف هذه المخاطر لو أخذنا في الاعتبار القدرات النووية لبيونغ يانغ. العدد الدقيق للأسلحة النووية لكوريا الشمالية غير معروف، ولكن تشير التقديرات إلى أنها تملك بين 40 و90 رأساً حربياً، ويسعى كيم جونغ أون إلى تطوير ما بين 100 إلى 300 رأس حربي في السنوات القادمة. تنفيذ ضربة نووية واحدة على سول قد يترك ما يصل إلى 1.5 مليون من الضحايا جراء رأس حربي واحد. في يناير 2023 رفعت السرية عن وثيقة تابعة لمجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي تشير إلى أن كيم لن يستخدم الأسلحة النووية سوى إذا كان يعتقد أنه ونظامه في خطر، وقد يسود هذا الاعتقاد إن أخطأ كيم في قراءة أي رسالة ردع تنقلها سول أو حتى واشنطن. تعاونت الصين مع الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإدانة برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي في الأمم المتحدة، لكن المساعي الدبلوماسية فشلت في تغيير سياسة كيم ودفعته أقرب إلى أحضان روسيا. منذ ذلك الحين زادت مبيعات الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا وتعزز التعاون بين الدولتين. لكن تقارير تقول لو كان كيم جدياً في الذهاب إلى الحرب، آخر ما سيفعله هو بيع الذخيرة والمخاطرة بنفاذ ذخيرته في أي مواجهة مع سول والغرب من ورائها. لكن هل في الإمكان قراءة ما يدور في رأس الزعيم الكوري الشمالي وتوقع خطواته التالية؟ وهل تسلم الجرة من انفجار التصعيد في كل مرة؟ شاركونا آراءكم على المنصات الرقمية لسكاي نيوز عربية. دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة جديدة على الخريطة.